اسمي عبد الله نجار، ساكن كركوك، وصنعت هذا السيارة بخشب، وخشب جبته من محافظة سليمانية، ماكو بكركوك خشب ويا الحديد. بس هذا التصميم قديم، الموديل مال موديل 53، واقدر موديل حديث هم اصنعه. محرك السياره تويوتا تواي، جبته من سكراب وشديته على الشانسي، وبعدين الهيكل بلشته بالخشب، سويته قوالب الصوره سويته، كل القياسات اني طلعها على السياره نفس القياس السياره عادي. طبعا هذا صنع الوطني، صنع الايد عراقي، واحنا عراقيين الحمد لله صنعنا هذا السياره، واحسن من هذا السياره نقدر نصنعه اذا حكومه يساعدني وافتح المشروع كبير ومعامل، حتى شبابنا يستفادون يشتغلون وياي، ما يقعدون حتى ما يفكرون بالتعيينات، واقدر في شركه كبيرة افتحها واشتغل.